خير. 28 فريق اشتركوا بالمرحلة الأولى، 18 فريق تأهلوا للمرحلة الثانية، 9 فرق رح يبقوا معنا للمرحلة الثالثة، وهيك من أسبوع لأسبوع بيبقى معنا 3 فرق تيوصلوا للحلقات الأخيرة وتينالوا الجوائز الأولى. نبدأ مع الفريق أش عن يميني. بتذكرونا بسميكم بليز؟ راما حمزة من أزهر البقاع. دومينينا ساسير من القديسة حنة برياء. نيكولا معلوف الإنجيلية زحلة. نيكولا اسطنبولي من ثانوية زحلة. أهلا وسهلا فيكم. زد، بتعرفونا عن حالكم؟ شرب الأبو صبحة من إنجيلية زحلة. أي عبد الفتاح أزهر البقاع أسدو أس. ماريا مهنا من سانت فامي زحلة. تريزيا فحل سانت فامي زحلة. أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة معنا بالبرنامج. نبدأ مع القش، والسؤال الأول بالتاريخ. في أي تاريخ تفجرت تظاهرات صاخبة في بيروت والمدن الكبرى؟ 11 تشرين الثاني سنة 1943. صح صح يا راما، وأول علامتين لإلكن. السؤال للزد، كم بلغ عدد النواب الذين انتقلوا إلى منزل صائب سلام؟ 33. 33، برافو يا آية. السؤال الثاني بالتاريخ، من استشهد خلال معركة الاستقلال بتسلقه دبابة فرنسية؟ سعيد فخر الدين. برافو برافو يا راما، علمتين لإلكن يا راما. السؤال لزد بريم هلأ، من كان يصدر الصحيفة السرية بعدما منعت السلطات الفرنسية الصحف من الصدور؟ يصدرها زهير عسيران ويعاونه في تحريرها. برافو منح الصلاح وتقد دين الصلح محمد الشاعر. خلاص أخذنا الجواب يا آية، مرسي. علمتين لإلكن يا آية. السؤال الأخير بالتاريخ للقش، لعب الرئيسان بشار الخوري ورياض الصلح دوراً بارزاً في بلورة ماذا؟ ميثاق الوطني. صح يا راما، علمتين لإلكن يا راما. السؤال الأخير لزد بريم، ما هو أول موضوع رئيسي تناوله التعديل الدستوري في جلسة مجلس النواب التاريخية؟ إلغاء جميع المواد المتعلقة بالانتداب الفرنسي وبصك الانتداب. صح يا آية، علمتين لإلكن يا آية، صار معكم 6 علامات. بعدنا بالتعادل بأول مرحلة. نبدأ مع القش، والسؤال الأول بالتحليل الذهني، ما هو العدد الناقص في تسلسل الأرقام التالية؟ 22 140 730 3680 80. أنا بهالوقت بحب ذكر مثلا عم يشتغلوا الشباب بالجوائز، تقدم بلدية زحلة تعناية المعلقة، الفريق الأول كل شخص بيطلع له 1.5 مليون ليرة، الفريق الثاني كل شخص 1,125,000، والفريق الثالث كل شخص 750,000. عندك جواب يا نيكولا؟ زائد 6 ضرب 7. ضرب 7؟ أول شيء 3,608 ولا 3,680؟ 80. هي الطريقة ناقص 2 بنضرب ب 7 بتطلع 25,746. ولا وحدة يا إلي، ما زبطت. جواب 18,430. ضفنا 6 وضربنا ب5. ما سمع منيح. متابع مع الزد بريم.
والسؤال الأول، ما هو العدد الناقص في تسلسل الأرقام التالية؟ 42 105 294 861 61 42 105 294 861 بالوقت ينتهي. خلص الوقت. نعمل مواساة فترة بيطلع 1962. أعطيت الطريقة صح بس الجواب غلط. علامة على الطريقة، اعطونا الجواب انتم. ما في جواب، الجواب هو يا ماريا 2562. مع اني كماريا لقيت الطريقة والطريقة صعبة، مواساة فوتروا، أخذت علامة على الطريقة. منتبه مع القش، والسؤال الثاني. ما هو الدخيل في مجموعة الأعداد ولماذا؟ سؤال جديد. 434 567 761 651 476 434 567 761 651 476 يعني هون الشباب شاسي لانترو. أنا قلت لكم كل احتمالات واردة بالأريتماتيك، يعني في واحد انترو فيهم لازم تعرفوا أيام. ما هو الدخيل ولماذا؟ الدخيل 761 لأنه ما بينقسم على 7. صح صح يا نيكولا، علمتين لكم يا نيكولا. بدك أعطيك الجوابات مثل ما عم تقول 434 بتطلع 62 567 بتطلع 81 651 93 وآخر رقم بيطلع 668 من عدا مثل ما قلت 761. سؤال لزد بريم كمان، ما هو الدخيل في المجموعة التالية ولماذا؟ 70 62 105 209 28. بس عفوا بدي اتدخل، عم قالت المدام 70 برضو صلحوا 63، غلط الطبع عندها وعندي. 63 هون المدام 70 63 105 209 28. خلص الوقت، عندكم جواب؟ 209 بس هي الوحيدة اللي ما بتنقسم على 7. برافو يا ماريا.
علمتين لإلكن يا ماريا. صار معكن 9 علامات. سؤال للقش. استعمل الرقم 9 7 مرات لتحصل على العدد 1099. 99 9 7 مرات لتحصلوا على العدد 1099. يلا نيكولا. 999 زائد 9 على 9 بيعطونا 1000 وزائد 99. زائد 99 صح. علمتين لإلكن صار معكن 10 علامات. السؤال الأخير لزاد بريم. استعمل الرقم 7 8 مرات لتحصل على العدد 148. 7 8 مرات لتحصلوا على الرقم 148. عملت غير طريقة عنك. عادي على مهلك يا تيريزيا ليتأكد منها أستاذ. 77 زائد 77 بتعطي 154. نرجع منشيل منهم 7 بيطلع لي 147. نرجع منزيد 7 على 7 148. كم مرة استعملتي السبعة؟ اي والله عطتنا طريقة جديدة والله غير طريقتي. هنيك على هالطريقة. هنيكي. علمتين لإلكن يا تيريزيا وهيك بيكون صار معكن 11 علامة مقابل 10 علامات للقش. لحظات قليلة مع الألين ومنعود لمتابعة الفقرة الثانية من التحدي الثقافي الكبير. خليكن معنا. مع بداية الفقرة الثانية من التحدي الثقافي الكبير بحب ذكر بالعلامات. القش معهم 10 مقابل 11 للزاد بريم. نبدأ معكم قش والسؤال الأول بكرة القدم 2018. على أي فريق فاز أرسنال الإنجليزي في ذهاب دور الستعش للمسابقة القارية الرديفة بميلانو بثمانية أدار 2018؟ في ذهاب دور الستعش للمسابقة القارية الرديفة بميلانو. تشيلسي. هو سؤال صعب. مانشستر. ما زبطت معك يا تيريزيا. ميلانو. ميلانو الإيطالي 2-0. منتبه معكم. والسؤال. منتخب أي دولة فاز على منتخب المكسيك 3-0 بمونديال 2018؟ يعني مين ربح على المكسيك 3-0 بالمونديال؟ بعدكم ذاكرين؟ سويد. ناقشت معك يا تيريزيا. علمتين لإلكن يا تيريزيا. صار معكم 13 علامة. منتبه مع القش. والسؤال الثاني. من هو اللاعب المصري الذي أصبح هداف نادي ليفربول الإنجليزي عام 2018؟ محمد صلاح. برافو يا نيكولا. هيدي اللي ما بيحضر فوتبول بيعرف باسمه لمحمد صلاح. السؤال لزاد بريم. من هو الألماني لاعب وسط ريال مدريد الذي أصيب في ركبته مما أبعده عن الملاعب بشباط 2018؟ توني كروز. صح. صح يا تيريزيا. علمتين لإلكن. والسؤال الأخير بكرة القدم. ما كانت نتيجة مباراة البرتغال ضد إسبانيا بمونديال 2018 قبل ركلات الترجيح؟ أدي كانت النتيجة قبل ما يتأهلوا لركلات الترجيح بين إسبانيا والبرتغال؟ 3-3. 3-3. ناقشت معك. علمتين لإلكن يا نيكولا. صار معكم 14 علامة. فرق علامة هيني. زاد بريم سؤال لإلكن. من هو الإسباني مدرب باريس سان جيرمان
بالنصف الأول من العام 2018. بالنصف الأول. من هو الإسباني مدرب باريس سان جيرمان بالنصف الأول من العام 2018؟ الله يا تيريزيا. خلص الوقت. فرناندو هيرو. لا. أوناي إمري. منتبه مع القش. والسؤال الأول بمسرح الرحابنة. أكمل هذه الأغنية للرحابنة. خلصت الرواية وسرب البطل. ما رح نقدر نزيد شيء. نقدر ناقص شيء. صح يا دومينينا. علامتين لإلكن، صار معكن 16 علامة. هيك بتكونوا سبقتوا زد بريم لأول مرة. سؤال. أكمل هذه الأغنية لفيروز من مسرحية ناس من ورق. يلا يا آية. ماتت لشو تخبر أنا وياك. وحدنا يا ورد رح نبكي. صح يا آية. علامتين لإلكن يا آية. السؤال الثاني للقش. أكمل هذه الأغنية لفيروز من مسرحية ناس من ورق. قال علمتني حلوة الحلوين انفليت. علمتني حلوة الحلوين انفليت. ما في جواب. فليت أترك عطر بهالكون. صح. صح يا آية. علامة لإلكن، صار معكم 18 علامة. منتابع معكم بالسؤال الثاني بمسرح الرحابنة. بأي مسرحية للرحابنة تعطلت سيارة فيروز وسط الساحة؟ ميسر ريم. برافو، علامتين لإلكن يا ماريا. وهيك بيكون صار معكم 29 علامة. من لكم ألف مبروك، تتأهلوا معنا للمرحلة الثالثة. وهارد لك للفريق أش.